بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع الفيديو بتاعنا إن شاء الله عن أو بموضوع علموا أولادكم حب آل البيت. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. إليكم عترة الحبيب صلى الله عليه وآل بيته الطيبين الطاهرين، وأسأل الله أن يرزقنا الأدب معكم ويكرمنا بحبكم وحب من يحبكم، وأن يجعله قربى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ننال بها شفاعته ونحشر تحت لوائه ونشرب من الحوض بيديه الشريفتين، إنه سميع مجيب. علموا أولادكم محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. علموا أولادكم أن من أحبهم فقد أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أكرمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أعزهم فقد أعز رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدرهم فقد قدر الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومن ودهم فقد ودى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. علموا أولادكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا بهم فقال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. علموا أولادكم أن صلة آل البيت وودهم واجب. علموهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روى أنه قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وأهل بيتي، وفي رواية أخرى كتاب الله وعترتي، وأنهما لم يفترقا حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. علموا أولادكم أن الله قد أذهب الرجس عن أهل البيت وطهرهم تطهيرا. علموهم أن مودة آل البيت واجبة وحبهم مطلوب. علموهم أن حب آل البيت وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أساس الإسلام. علموهم أن ظلم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم عظيم وظلم كبير. علموهم أن يحبوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. آل بيته صلى الله عليه وسلم أولى بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ونحن أولى باحترامهم وتوقيرهم ومحبتهم، وهم الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وهم الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتداء بهم ولزوم منهجهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. وهم الذين جعل الله في حقهم الفيء والخمس، كما جاء في الآية الشريفة: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. صدق الله العظيم. وهم الذين نزههم الله عن الصدقة والزكاة، كما جاء في الحديث الشريف:
إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، رواه الإمام البخاري. وهم الذين أكرمهم الله بأن جعل الصلاة عليهم مطلوبة في كل صلاة، أخرجه الترمذي والحاكم وغيرهما. وروى مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء يدعى خمى بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر الله، ثم قال: أما بعد، أيها الناس، فإنما أنا بشر، يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، قال: ثلاثة. فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيتي؟ فقال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. وفي الصحيح: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. وكذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ونلخص من هذا أن فاطمة وعليا والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا هم أهل الكساء بنص الحديث، وأن أزواجه من أهل بيته. وعلى هذا فأهل البيت أصل وفرع ونسب وصهر، أصلهم الأصيل ومجدهم الأسيل سيد العالمين والمرسلين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجه الأولى الكاملة أم المؤمنين السيدة خديجة الكبرى رضي الله تبارك وتعالى عنها. ثم ما تناسل منهما، فمن مات صغيرا أو عاش وتزوج وأنجب وقد قدر الله أن يكون فرع الدوحة النبوية، كله من ظهر السيدة فاطمة الزهراء وظهر الكريم الإمام علي الكرار كرم الله وجهه ورضي الله عنهم وأرضاه. ومثل ذلك الإمامين الجليلين والريحانتين الزكيتين مولانا سيدنا الإمام الحسن ومولانا سيدنا الإمام الحسين، وما من الله من نسلهما في العقاب زكيا ومطهرا. ثم يمتد ظل الضوحة النبوية المباركة فتضم أزواج النبي جميعا أمهات المؤمنين المكرمات المطهرات، واجمع إلي عصب النبي صلى الله عليه وسلم من بني جعفر وعقيل والعباس، ولكل قدره ومقامه وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتسب. وما علينا إلا الالتزام بالأدب معهم وإعطائهم حقوقهم ومحبتهم بمثل ما أمرنا الله عز وجل، وبمثل ما أوصانا به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وبالكيفية التي أحبهم بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله العلي القدير أن يزيدنا حبا بآل بيته الكرام، وحبا لأصحاب الغر الميامين،
وموالاة لهم، وأن يجعلنا ممن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا لأحد منهم. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد هذا، وبالله التوفيق. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.